جولة رابعة للمعارضة، لكن هذه المرة بحجم أوسع. 15 حزبا سياسيا و35 شخصية وطنية وأربع نقابات، إيديولوجيات مختلفة وتيارات متناقضة. هؤلاء التقوا هذه المرة بمقر حزب طلائع الحريات لمناقشة المشهد السياسي للبلاد. اللقاء تمخضت عنه مخرجات لكن بسقف منخفض مقارنة بحجم المداخلات. احنا حزب سياسي وكاين احزاب سياسيه اخرى، كاين 15 حزب، كاين نقابات، كاين شخصيات، يعني هذه التركيبه اللي ما تسمحش انه نخرجوا يعني ببيان يكون قوي في مستوى الرهانات. التاريخ هو تراكم نضالي، لكن لابد كذلك من الاشاره الى نقطه هامه. فالشباب الذين يسيرون في هذه المسيرات يرفضون التأطير من طرف الأحزاب، يرفضون الاحتواء. هناك بعض المحاولات التي تسعى من أجل استغلال حزبي لهذا الحراك، فعندهم حق يعني. قرابة 6 ساعات من المناقشة خرج المجتمعون ببيان يحمل في طياته بنودا أبرزها تثمين المسيرات السلمية ورفض بقوة أي تدخل أجنبي. لقاء المعارضة نفى أي نية لتزعم المسيرات، لكن بإجماع على بلورة مطالب الشعب. والحراك الموجود وهذه المظاهرات الهائلة السلمية والحضارية لكل شباب الجزائر وكل الناس من كل الأطياف ومن كل المناهل السياسية وحتى للغير المهتمين بالسياسة، يطلبون ماذا؟ أن يعيشوا عصرهم، وهو عصر مجتمعات الحريات الفردية والجماعية. نحن ندعو إلى مرحلة انتقالية إذا اقتضح التعديل الجزئي للدستور، والمرحلة الانتقالية هذه حكومة توافقية هي التي تشرف على الإصلاحات الدستورية وتغيير القانون. المعارضة ومن خلال لقاءاتها المتتالية تحاول التأكيد على مساندتها لمطالب الشعب في كل مسيرته السلمية، في انتظار لقاء آخر بمخرجة أخرى.